بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، أهلاً وسهلاً بكم مرة أخرى في مقررنا حياة 4، حياة 318 للصف الثالث الثانوي، المسار العلمي، مجموعة العلوم والرياضيات. نبتدي إن شاء الله اليوم في موضوع جديد. هذا الموضوع الجديد راح نشوفه في الفصل الرابع من كتابنا المدرسي، لأن كتابنا المدرسي في عدة فصول. فالفصل الرابع يبتدي بموضوع تحت عنوان الوراثة البشرية والوراثة الجزيئية. زين، وبالتالي راح نتابع موضوعنا في هذا الفصل وهو الدرس الخامس، والموضوع راح يكون الكروموسومات والوراثة في الإنسان. عزيز الطالب، أبغيك تركز وياي إن شاء الله في درسنا اليوم علشان تسهل عليك دراسة الموضوعات القادمة. ولنبدأ معا. نبدأ أعزاء الطلبة بالتأمل في هذا الشكل الظاهر أمامنا. يا ترى من خلال دراستك للموضوعات السابقة اللي تناولناها، ماذا يمثل الشكل في الصورة الموضحة أمامك؟ أبغيك عزيز الطالب تركز وتحاول تتأمل الصورة جيدا وتتعرف على هذا الشكل. عشان أقرب لك هذا الشكل، ممكن تتذكر وياي أول موضوع درسنا كان في الانقسام المتساوي والمنصف، وبعدين اتابعت الموضوعات الأخرى. إذن هذا الشكل بيمثل إلينا عبارة عن الكروموسوم، زين، وهذا الكروموسوم بيتميز بوجود هذا المفهوم الجديد الموجود عند مشار إليه في هذا الطرف، وهو عبارة عن التيلومير. التيلومير مفهوم جديد، مصطلح علمي جديد راح نتعرف عليه إن شاء الله في درسنا اليوم. أبغيك عزيز الطالب تركز على هذا المفهوم. فإذا الشكل الموضح أمامنا عبارة عن كروموسوم، وهذا الكروموسوم بيظهر عند أحد أطرافه جزء يعرف بالتيلومير أو مجموعة التيلوميرات. يا ترى ما المقصود بالتيلومير أو التيلوميرات، ولماذا توجد عند أطراف الكروموسوم؟ إذن نبدأ بموضوعنا لهذا اليوم ونتعرف في البداية على أهدافه. راح إن شاء الله نحاول نحقق إن شاء الله في هذا الموضوع أو في هذا الدرس نوضح أهمية وموقع التيلوميرات، وين بتقع، وإحنا جزئيا عرفنا موقعها وما هي أهميتها، زين، لكروموسومات خلايا الإنسان. أيضا راح ننتقل ونبين المخطط الكروموسومي للإنسان. درسنا مسبقا عن أنواع الكروموسومات الموجودة في خلايا جسم الإنسان. اليوم راح نوقف عن كيفية إعداد المخطط الكروموسومي وما أهميته. أيضا راح نحاول نستنتج أيضا، نشوف مع بعض أن النتائج المترتبة على عدم انفصال الكروموسومات الجنسية في خلايا الجنسية التناسلية للإنسان، ما هي النتائج اللي راح تترتب على عدم انفصال الكروموسومات الجنسية في الخلايا التناسلية هذه، زينة، أو الجنس أو تسمى أيضا بالجنسية، ما هو أو ما سوف يترتب عليها. فإذا إن شاء الله في درسنا اليوم راح نحقق هذه الأهداف. بنشوف بداية موقع وأهمية التيلوميرات، بعد ذلك راح نوقف عند المخطط الكروموسومي، وثم بعد ذلك نشوف عن عدم انفصال الكروموسومات الجنسية ما الذي سوف يترتب عليه. نبدأ في البداية وهو التيلوميرات أو التيلومير. بداية اكتشفت أو اكتشف العلماء التيلومير أو التيلوميرات
عند أطراف الكروموسومات، وفي البداية سميت أو أطلقوا عليها وشافوها على شكل أغطية واقية، وأطلقوا عليها باسم القطع النهائية أو التيلوميرات. فإذا في البداية لاحظوا العلماء أن في أطراف الكروموسوم موجودة قطع أو أغطية واقية، سموها في البداية بالقطع النهائية وأيضا تعرف بالتيلوميرات. عزيز الطالب ممكن تسأل تقول هل التيلوميرات أو التيلومير أو القطع النهائية موجودة عند أحد أطراف الكروموسوم أو عند الطرفين؟ أبغى تركز وياي، نلاحظ أن هذه التيلوميرات موجودة عند الطرف العلوي والسفلي إلى الكروموسوم. يعني الكروموسوم احنا تعرفنا على شكله ورسمناه في دروسنا السابقة، فالأطراف العلوية والسفلية إلى الكروموسوم موجودة هذه التيلوميرات أو بالقطع النهائية. زين، هذه التيلوميرات أو القطع النهائية اللي بتمثل أغطية واقية ممن تتركب؟ لما جو العلماء درسوها لاحظوا بأنها بتتركب من DNA مع مواد بروتينية، تكون عبارة عن DNA أي مجموعة من النيكلوتيدات، وهذا راح نتعرف عليه في دروسنا إن شاء الله القادمة، مع بروتين. أقدر في هالحالة عزيز الطالب أشبه التيلوميرات أو القطع النهائية بالأغطية البلاستيكية اللي توجد في نهاية خيوط أو الأربطة مالت الأحذية. إذا كان الحذاء زين موجود فيه الرباط اللي ممكن نربط فيه الحذاء، نربط فيه عفوا الحذاء، بنلاحظ في نهاية الرباط مال الحذاء بنشوف هناك نوع الغطاء البلاستيك اللي بيمثل النهاية إلى هذا الرباط اللي بيعمل على حمايته من الانفكاك وبالتالي التسلل وبالتالي انه يتناقص في الطول. فهذه نفس الشيء ايضا بتكون بمثابه الغطاء اللي بيكون موجود في اطراف او في طرفي عفوا الكروموسوم، وبتكون عباره عن بروتين مع DNA. انزين، نشوف نقطه مهمه جدا، الله سبحانه وتعالى لماذا اوجد هذه الاغطيه اللي سماها بالقطع النهائيه او التيلوميرات؟ وجدت لعشان تعمل على حماية تركيب الكروموسوم لإتمام عملية تضاعف الDNA. يعني الكروموسوم مسبقاً وقفنا عند تركيبه، فكان عبارة أشرنا إلى تركيبه عبارة عن DNA مع بروتين، فبالتالي الكروموسوم هذا لما يصير إلى تضاعف، وأذكركم بيحدث الكروموسوم التضاعف في الانقسام سواء كان عندنا المنصف في الخلايا التناسلية أو الجنسية أو في الانقسام المتساوي في الخلايا الجسدية. زين، فعلشان يصير فينا هذا الانقسام ويصير اتمام عملية الانقسام وحافظ الكروموسوم على طوله، ما يحدث فيه تناقص أو قصر في الكروموسوم، الله سبحانه وتعالى أوجد هذه القطع اللي بتعمل على حماية الطرفين مال الكروموسوم. يعني لما يصير هني هذا عبارة عن الكروموسوم وهني بنلاحظ موجود الDNA، وفي التضاعف هذا الكروموسوم بصير إلى الDNA عفوا بصير إلى تضاعف في الطور البيني. زين، فبالتالي علشان ما يصير قصر يقصر الكروموسوم ويحافظ على طوله في هالحالة، زين، موجودة هذه القطع النهائية اللي بتعمل على حماية الكروموسوم خلال انقسام الخلوي، وبالتالي بتحافظ على طول الكروموسوم. طبعا هذه العملية راح تساعد الخلايا على أنها شنو بيكون إلى دور وتحافظ عليها وتحمي الخلايا من الشيخوخة، لأن تصور عزيز الطالب لو هذه القطع مي موجودة، يعني كل مرة الكروموسوم DNA معناته فيه بينقسم، في الانقسام الأول بصير شوية قصر، في الانقسام بعدين الثاني بيقصر وهكذا، فمعناته راح يصير تقلص خلنا احنا نقول أو قصر
في الكروموسوم أي في الـ DNA، وبالتالي الخلية ممكن تنتقل بشكل مبكر إلى الشيخوخة. فإذا معناته راح يعمل على حمايتها أيضا، وبالتالي راح يأخر من بيكون إلى دور وبيأخر من دخولها في مرحلة الشيخوخة. أيضا لو أن هذه كذلك القطع النهائية زين أحد الإنزيمات المرتبطة في نشط، ممكن أيضا يكون مؤشر على إصابة هذه الخلية بالسرطان. فإذا عزيز الطالب أبغيك تركز أن هذه القطع إليها دور أساسي في حماية الكروموسوم والمحافظة على طوله، ومن ثم يساعد في إتمام أو تضاعف الخلية في الانقسام الخلوي لما تمر بالانقسام الخلوي. هذا عندنا جانب مهم نبغي نركز عليه. الآن نشوف كذلك الكروموسومات هذه اللي درسنا تركيبها، ووقفنا عند وجود التيلوميرات في أطرافها العلوية والسفلية. هذه الكروموسومات أيضا تم دراستها، ومن ثم في الإنسان وضعوا مخطط يسمى بالمخطط الكروموسومي. كيف وضعوا أو عدوا أو صمموا المخطط الكروموسومي؟ عن طريق دراسة الكروموسومات في الخلايا الجنسية، وبالذات في الطور الاستوائي الأول للانقسام المنصف. ليش؟ لأن الكروموسومات راح تترتب على شكل أزواج متماثلة، بما معناه العلماء لما عرفوا تركيب الكروموسوم وأيضا شافوا الجزئيات مالته المتعلقة سواء تركيبة من البروتين والدي إن إيه، ثم بعد ذلك توصلوا إلى القطع النهائية التيلوميرات. بعد ذلك جو هؤلاء العلماء ودرسوا كيفية إعداد مخطط إلى الكروموسومات، فقالوا هل الكروموسومات الموجودة في الخلايا جسم الإنسان وبالذات عندنا في الخلايا الجنسية أو التناسلية، هل جميعها بتكون متشابهة؟ هم عرفوا العدد عبارة عن 46 كروموسوم أي 23 زوج، لكن هل هي متشابهة؟ فجو درسوا الخلية بالذات الجنسية لما تمر بالانقسام المنصف الأول، وبالذات وقفوا عند الطور الاستوائي الأول. يمكن تقول عزيز الطالب ليش الاستوائي الأول؟ لأن أذكرك بمعلومة درسناها في موضوعنا السابق، اللي هو بتكون الكروموسومات في الطور الاستوائي الأول بتترتب على شكل أزواج متماثلة. فمن ثم جو لاحظوا أن في الخلايا الجنسية في الأنثى وفي الذكر هذه الكروموسومات بتترتب على شكل أزواج، زين؟ فشافوا هذا الزوج الأول خذوا صورة إلى بهالشكل، وهذا الزوج الثاني الثالث إلى الزوج رقم 22 في الأنثى. فجو رتبوا هذه الكروموسومات من الأطول أي كل اثنين متساويين متشابهين في الطول وفي موضع السنترومير وضعوهم مع بعض، إلى الأقصر إلى رقم 22، كذلك في الذكر، كذلك في الذكر رتبوهم. شوفي من هذا، لاحظ وياي عزيز الطالب، من رقم واحد، من رقم واحد بيكون الزوج الأول إلى الزوج رقم 22. فجو هؤلاء العلماء ورتبوا الكروموسومات حسب الطول وموضع السنترومير من الأطول إلى الأقصر. لاحظوا أن في هناك اختلاف في شكل الكروموسومات عند الزوج رقم 23، في الذكر بياخذ هذا الشكل وفي الأنثى بيكون بهذا الشكل. فمن ثم لاحظوا أن في الأنثى الكروموسومات بتكون ماخذة هذا الشكل، زين؟ بياخذون نفس الطول نفس الشكل، وبالتالي عطوا هذه الكروموسومات سموها بالجنسية وعطوها رمز X و X. بينما في الذكر مثل ما نلاحظ في الصورة واحد منهم بياخذ نفس شكل كروموسوم الأنثى، وبالتالي عطوه الرمز X. الآخر بيختلف عن كروموسوم الأنثى ومن ثم راح يكون بهذا الشكل، في عنده هني قطعة نحن نقول ناقصة، زين؟
فبيكون عطوا حرف الواي. فأطلقوا على هذه الكروموسومات الزوج رقم 23 بالكروموسومات الجنسية، ومن ثم معناته ساعدهم في دراسة ترتيب الكروموسومات من حيث الشكل وترتيبها إن توصلوا إلى هذا المخطط. طبعا هذا المخطط ساعدهم في تحديد نوع الكروموسومات، فبالتالي أطلقوا على الزوج من رقم 1 إلى رقم 22 بالكروموسومات الجسمية، كروموسومات الجسمية. وإحنا لما جينا درسنا الصفات المرتبطة بالجنس، أذكركم أعزاء الطلبة عرفيناكم على أنواع الكروموسومات، عدل الجنسية وأيضا الجسمية، علشان نربط الجينات المرتبطة بالجنس بالكروموسومات الجنسية. أيضا أعطيكم إياهم الآن بشكل تفصيلي وأوضح لكم شكل الكروموسومات. هناك في الموضوع السابق تعرفنا على أنواعها مسمياتها بصورة عامة، ومن ثم ربطناها بالصفات المرتبطة بالجنس. هني في المخطط بنلاحظ أشكالها، هذه الأشكال لاحظنا في الذكر وفي الأنثى من رقم 21 22 إلى الزوج رقم 22 بياخذون شكل الحرف X. هذه كلها بتاخذ حرف X في الذكر وفي الأنثى، لكن الزوج رقم 23 في الأنثى بياخذ حرف X وX، وفي الذكر راح ياخذ حرف X وY، وبالتالي تسمى بالكروموسومات الجنسية، تحدد الجنس لأنها مختلفة. طبعا هذا المخطط ساعدهم في انهم يعرفون الكروموسومات الجسمية عن الجنسية، لكن ايضا ساعدهم في التعرف على مدى هل هناك اختلال في عدد الكروموسومات، ام ان هذا الانسان سوي عدد الكروموسومات ماله عبارة عن الكروموسومات الأساسية الـ 23 زوج. من هذا المخطط ايضا يستطيع العلماء تحديد ما اذا كان هذا الإنسان طبيعي أم أنه لديه اختلالات كروموسومية زيادة بما معناه في الكروموسومات الجسمية أو الكروموسومات الجنسية. فإذا هذا عرفهم على معرفة أيضا المخطط الكروموسومي، يساعد في تحديد مدى هذا الإنسان لديه اختلالات في عدد الكروموسومات سواء كانت الجسمية أو الجنسية. هذه النقطة عزيز الطالب أبغيك توقف عندها. الآن من مخطط الكروموسومات الجنسية فعلا ساعدهم في التعرف ما إذا كان في هناك اختلال في الكروموسومات الجنسية، فبالتالي وجدوا أن قد يكون الأساس الوراثي في الإنسان في الكروموسومات الجنسية، زين، ممكن يكون X وX، وهذا بشوفه في هذا الشكل الظاهر، راح أوضحه بالرسم أيضا. يمكن يكون XO معناته عنده بس هذا الكروموسوم، يمكن يكون XXX ثلاث مرات، فإذا معناته عنده الثلاثة الكروموسومات. أوضح لكم هذا النقطة أو هذا الجانب، XX أو XO أو XXX هذه عبارة عن ماذا؟ الكروموسومات الجنسية اللي موجودة أو وجدوها من خلال فحص عدد من المخططات الكروموسومية في الأنثى. فقد يكون الكروموسومات الجنسية في الأنثى الزوج رقم 23 X وX، أو قد يكون الزوج رقم 23 XO، أو قد يكون الزوج رقم 23 XXX، أو قد يكون في الذكر X وعنده ماذا؟ Y، أو قد يكون عنده X وX وأيضا عنده الY، أو قد يكون عنده X واحدة واثنين كروموسوم الY، وقد يكون عنده فقط كروموسوم الY واحد. طبعا هذا نشوف هل راح يكون كل إنسان عنده هذه الكروموسومات الجنسية بتخليه إنسان سواء كان ذكر أو أنثى طبيعي، أو بتكون عنده حالة وراثية. فمنلاحظ إذا كان
الزوج رقم 23 في الأنثى إكس وإكس راح تكون الأنثى طبيعية، لكن إذا كان الزوج في الأنثى إكس أو، بما معناه أن لدى هذه الأنثى كروموسوم إكس زوج رقم 23 بس فقط واحد، ففي هالحالة راح تكون أنثى ولكن مصابة بمتلازمة تيرنر، بما معناه هذه الحالة يسمونها حالة تيرنر، بأنها تفتقد إلى بعض الصفات الأنثوية، فهذا عندنا حالة تيرنر. يمكن الأنثى أيضا عندها الزوج رقم 23 ليس عبارة عن كروموسومين جنسيا وإنما ثلاثة، ففي هالحالة راح تكون هذه أنثى ولكن احنا نسميها طبيعية إلى حد كبير. أيضا إذا كان الذكر عند الزوج رقم 23 XY، طبعا في هالحالة راح يكون ذكر طبيعي، لأن الزوج رقم 23 عند الذكر بيكون XY مثل ما لاحظنا في المخطط الكروموسومي للإنسان الطبيعي سواء كان الذكر أو الأنثى. لكن لو أن الذكر امتلك XXY عند كروموسومين جنسيين من نوع الإكس وكروموسوم واي واحد، فمعناته راح يكون ذكر ولكن لديه متلازمة كلاين فلتر. كلاين فلتر بيكون ذكر لكن عنده بعض الصفات الأنثوية لأن عنده كروموسوم إكس اثنين، وأرجع إحنا من خلال هذه الكروموسومات الجنسية توصلوا إليها العلماء من خلال دراسة مخطط الكروموسومي في الإنسان. أيضا ممكن يكون عند هذا الذكر XYY أي عنده كروموسوم إكس واحد لكن كروموسوم واي عنده راح يكون اثنين، فمعناته راح يكون ذكر سليم أو طبيعي إلى حد كبير، مثل ما كانت هني الأنثى عندها ثلاث كروموسومات إكس فكانت أنثى طبيعية إلى حد كبير. لكن لو أن الذكر عند كروموسوم واي ولا يوجد في الكروموسومات الجنسية كروموسوم إكس، معناته أو واي، معناته راح يسبب شنو؟ الوفاة. لو كان هذا الجنين زين ما عنده الكروموسوم إكس، بما معناه عبارة المشيجة الأنثوية زين عطت زين 22 كروموسوم جسدي، بس الكروموسوم الجنسي مو موجود فيه الإكس، واتحد مع مشيجة مذكرة فيها 22 كروموسوم جسدي أو جسمي وكروموسوم واي الجنسي أي 23 كروموسوم، ففي هالحالة الإكس الثهني غير موجودة، فمعناته راح يسبب الوفاة. فإذا المخططات الكروموسومية بتساعد في دراسة ما إذا كان هذا الإنسان طبيعي أو لديه اختلال في عدد الكروموسومات، لأن ذلك سوف يؤدي إلى إصابته بأحد الأمراض سواء كان كلاين فلتر أو تيرنر أو ممكن يؤدي إلى حالة الوفاة. الآن قد نوقف ونقول هل تستطيع الأم الحامل أن تحدد أن يحدد لها الطبيب أو الاستشاري ما إذا كان الجنين سوف يولد وليس لديه اختلالات في الكروموسومات؟ أي بكون عبارة عن ولد ذكر أو أنثى بكون طبيعي؟ ممكن عن طريق الفحص الجنيني. في الفحص الجنيني يستطيع المختصين أن يحددون ما إذا كان الجنين طبيعي أم لديه اختلال أو خلل في عدد الكروموسومات، وبالتالي ممكن عنده حالة وراثية. عن طريق ماذا؟ عن طريق أنه أخذ عينة. العينة ممكن تكون عينة من السائل الأمينوني أو الرهلي أو عينة من الخملات الكوريونية أو أخذ عينة من دم الجنين. كيف؟ هذه الصورة احنا درسناها في حياة 102 لما درسنا التكاثر في الإنسان، فدرسنا مراحل اللي يمر فيها الجنين. إذا تتذكرون هذه المرحلة في هنا الجنين، طبعا أنا بتمثل إلي الجنين، وهذا الغشاء اللي بيمثل إلينا الغشاء الكوريوني،
مبطن من الداخل بمجموعة من الخملات. عقبه بيجي لنا الغشاء الأمينوني اللي موجود فيه السائل الأمينوني. وطبعا فيه هني المشيمة اللي فيها جزء من الأم وجزء من الجنين. فبالتالي ممكن ياخذون عينة من السائل الأمينوني. هني ياخذون منها عينة، هذا السائل الأمينوني. أيضا ممكن عينة من الخملات اللي هو الغشاء الخارجي اللي هو الغشاء الكوريوني، أو ياخذون عينة من دم الجنين. كيف عينة من دم الجنين؟ عن طريق المشيمة. ياخذون عينة من المشيمة، فبالتالي ليش؟ لأن المشيمة بتمثل جزء منها، في جزء منها بيكون دم الجنين. ففي هالحالة ممكن عن طريقها يكشفون زين ما إذا كان هذا الجنين عنده كروموسومات الطبيعية أو عنده بيكون خلل في الكروموسومات. لكن هذا الفحص الجنيني اللي بيساعد في التعرف على الحالة الوراثية للجنين إلى فوائد، في نفس الوقت إلى بعض الأخطار. فنشوف كل فحص. فأخذ عينة من السائل الأمينوني، هذا راح يساعد في معرفة الاختلال في الكروموسومات، بيساعد في الاختلاف في الكروموسومات. أيضا ممكن يشخص لهم علل وراثية أخرى، يعني بما معنى إذا بيشوفون الكروموسومات الجنسية، هل هي إذا كان الجنين أنثى معناتها بيكون إكس وإكس الزوج رقم 23، إذا ذكر بيكون إكس واي، فبعرفون هل هو طبيعي أو إن عنده اختلال في الكروموسومات. أيضا علل وراثية أخرى ممكن يشوفون إذا كان هناك أيضا الكروموسومات الجسمية، هل فيها خلل؟ ليش؟ لأن أحيانا الزوج مثلا رقم 21 زين يكون فيه زيادة في أحد الكروموسومات، فيعرفون أيضا معناته الحالة الوراثية أو الحالات الوراثية الأخرى ممكن لا يتعرض إليها الجنين، أو موجودة أو غير موجودة. لكن هذا النوع من الفحص يمكن يخلي الأم تشعر بعدم الراحة، ممكن يؤدي إلى الإصابة بالعدوى أو احتمال عرضها إلى الإجهاض. فإذا معناته لابد يكون هناك المختص إلا ياخذ هذا النوع من العينات ومن ثم يجري هذا الفحص. أيضا في أخذ عينات من الخملات الكوريونية وعرفنا موقعها، هذا النوع من الفحص أيضا بيساعد في تشخيص الحالات أو الاختلالات الكروموسومية، وأيضا بيشخص الحالات الوراثية الأخرى. وذكرت مثل ما ذكرت في الأول ممكن يتعرفون على الاختلالات في الكروموسومات في الكروموسومات الجسمية، لكن أيضا ممكن يعرض الأم إلى الإجهاض، يصيبها بالعدوى، أي من شمرات العدوى بما معناه ممكن تتعرض إلى فيروس أو بكتيريا أثناء أخذ العينة، أو ممكن يتعرض الجنين فيها إلى الخطر. أخذ عينة من الدم، أخذ عينة من الدم بتساعد في معرفة الاختلالات الكروموسومية، أيضا بعرفون مشاكل الدم ومستويات الأكسجين، اختبار أو بعرفون المشكلات اللي عند هذا الجنين. ممكن مثلا لما ياخذون عينة من الدم بيشوفون اختلال في الكروموسومات، لكن أيضا ممكن عن طريق الدم يعرفون مثلا عند أحد الأمراض الوراثية والله لا، مثل مرض أنيميا الخلايا المنجلية، أيضا ممكن يشخصونه ما زال هذا الجنين وهو ما زال في الجنين، فهذا أيضا يساعدهم. أيضا يعرفون مستويات الأكسجين، هل هي بالصورة الصحيحة بالكمية المناسبة توصل إلى الجنين أم لا. أيضا ممكن قد يعطون الجنين أدوية إذا كان بحاجة إلى الدواء، لكن إليها مخاطر، ممكن تتعرض الأم إلى النزيف، ممكن تصاب بالعدوى، ربما يتسرب السائل الأمينوني، ومن ثم ممكن يصير خطر على الجنين وعرضه إلى الموت. فإذا بالتالي هنا نقدر نقول بأن الفحص الجنيني هذا بيساعد في تشخيص الحالة الوراثية إلى الجنين ومعرفة ما إذا كان عنده خلل في الكروموسومات أم لا. لكن أرجع وأكد لابد أن يجرى من قبل مختصين وبعناية وبحذر. آخر شيء عزيز الطالب، نشوف هذا النشاط القصير ونحاول
نسترجع معلوماتنا اللي درسناها في درس اليوم. أبغيك عزيز الطالب تحضر ورقة وقلم وتحاول تسترجع المعلومات اللي درستها وياي في درس اليوم، ومن ثم تجاوب على هذه الأسئلة اللي حول موضوعنا. السؤال الأول، أي من الجمل الآتية المتعلقة بالقطع النهائية غير صحيحة؟ ركز وياي عزيز الطالب، أنا عاطت إنك أربع جمل إحداها غير صحيح. ما هي؟ نقرأ رقم واحد، توجد في نهايات الكروموسومات اللي هي المقصود فيها القطع النهائية، هل هذه العبارة صحيحة أم خاطئة؟ وإني طلبت من عندك العبارة الغير صحيحة، تتكون من الدي إن إيه والسكر. رقم ثلاثة، تحمي الكروموسومات. رقم أربعة، لها دور في الهرم والشيخوخة. إن شاء الله عزيزي الطالب عرفت العبارة إلا ما تنتمي أو لا تنطبق، خلينا احنا نقول بصيغة أخرى، على القطع النهائية، فراح تكون رقم اثنين وهي أنها تتكون من دي إن إيه وسكر. هذه العبارة خطأ، لا تنطبق على القطع النهائية. لماذا؟ أتمنى إن شاء الله عرفت الإجابة، لأن احنا قلنا إن القطع النهائية أو التيلوميرات عبارة عن دي إن إيه وبروتين وليس سكر، فبالتالي هذه العبارة ليست صحيحة. نتابع. ممكن أيضا عزيز الطالب تعطى السؤال بهذه الطريقة، أي الكروموسومات الجنسية الآتية موجودة في شخص مصاب بمتلازمة كلاينفيلتر؟ فلا بد عزيز الطالب الجدول اللي أعطيتك إياه سابقا تسترجع المعلومات للأساس مال الكروموسومات الجنسية في الحالات الوراثية اللي ذكرناها في الجدول. فمنلاحظ أن كلاينفيلتر راح يكون الكروموسومات الجنسية إلى، لو تأملنا، هل يا ترى رقم واحد O Y أو رقم اثنين X O أو رقم ثلاثة X X Y أو رقم أربعة X Y Y؟ بيكون رقم ثلاثة X X Y، فعنده كروموسوم جنسي زيادة واحد للكروموسومات الجنسية، فبالتالي راح تظهر عليه الصفات الأنثوية. آخر شيء وننهي موضوعنا إن شاء الله، وهو عاطنك عزيز الطالب مخطط. هذا المخطط لو تأملته بيمثل مخطط الكروموسومات للإنسان، زين، ومشوفه بيكون في الأنثى لأن الزوج رقم 23 بيكون إكس وإكس، زين. فطالب من عندنا، صف الفحص الجنيني الذي نشأ عنه مخطط الكروموسومات الظاهر في الشكل المجاور. ما هو الفحص الجنيني إلا ممكن يعمل ومن ثم ينشأ عنه هذا المخطط؟ لو استرجعنا معلوماتنا أيضا اللي درسناها حول أنواع الفحص الجنيني إلا بتم عملها ومن ثم بتم إعداد المخططات الكروموسومية. بنشوف هذه الفحص بيكون قد يكون أخذ عينة من السائل الأمينوني أو عينة من الخملات الكريونية أو عينة من دم الجنين، ومن ثم يتم إعداد مخطط الكروموسومات، وفي ضوءه بتم تحديد الكروموسومات الجنسية، هل هي طبيعية أم أن هذا الجنين عنده اختلال في الكروموسومات. أعزائي الطلبة، أتمنى أن احنا كانت المفاهيم عندنا واضحة، ومن ثم أيضا استمتعنا وركزنا في موضوع اليوم، وإن شاء الله ألتقي معاكم في موضوع آخر وتكملة للفصل الرابع من مقررنا حياة أربعة اللي هو حياة 318. وشكرا لمتابعتكم.